الحفر الناتجة عن حب الشباب، احنا قلناها قبل كده حب الشباب وأثاره، ذكرناها قبل كده في الحلقة قبل الماضية. فأتمنى من صاحب الرسالة يدخل على الحلقة هيلاقيها موجودة بوصف كاملا. عايز وصفة لورم القدمين من الأمام وخصوصا الأصابع. فرحة عماد، منقوع الخردل، بنجيب معلقتين كبار من الخردل، هتوضع فيه ماء ويغلى الماء جيدا، ثم بعد ذلك يعني توضع فيه القدمين بدرجة الاستحمال المعقولة، ونبتدي تدليك القدمين صباحا ومساء من الأشياء الطيبة جدا لورم القدمين، وأيضا لسلوجة أو برودة القدمين اللي بيشتكي منها كتير قوي.